السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله في الدرس ديال اليوم غادي نوريكم كي غنديروا نفتحوا الطوق ديال الجلابه ولا ديال القميص. هنايا قلت لكم في واحد الدرس سابق كنخليو 40 سنتيم اللي كتعبروها المبتدئات غيعبروها غير بالمسطره، واللي عندهم الميت يعبروا بالميت. عندنا هنا كنعبروا 40 سنتيم وكنهبطوا هنايا بالملاقية اللي بغينا نديرو من التحت. دابا هذا التحت ديال الجلابة وهذا نص الطوق. غنوريكم كي غادي نديرو نفتحو نص الطوق. هنا البنات انا ما نبلتش، نتوما نبلو بالخيط. انا درت غير شوكات هنايا غير فنيتات. الان غادي نبداو. كتقلبوا التوب ديالكم من بعد ما درتو ملاقية من التحت. هذه الطريقة ديالي البنات، كان طرق اخرى ولكن انا هذه هي الطريقة اللي جاتني سهلة وغنوريها لكم ان شاء الله تجيكم حتى نتوما سهله. الا بغيتو تكملوا الملاقيه كامله لتحت وعاد تفتحوا الطوق، انا هكا كندير في الخدمه ديالي. نتوما لكم الاختيار. كتقلبوا التوب ديالكم بحال هذا الشكل اللي كيكون منبل هنا بالخيط. نتوما من الاحسن نبلوه بالخيط. انا دابا درت له الشوكات بحال هذا الشكل. ودابا غادي ندوزو للطريقه ديال فتح الطوق. قلبنا التوب ديالنا. كتاخدو توب بحال هكذا، كنتمنى يكون واضح بحال هذا الشكل، وكديرو هنايا زاويه قائمه. هانتوما هنا عندنا زاويه قائمه بين الملاقيه اللي درنا وهاد الجانب اللي طويناه بحال هذا الشكل. كذلك الطرف الاخر كنطويوه بحال هذا الشكل، وتا هو كنديرو هنايا زاويه قائمه. هانتوما البنات، كنتمنى يكون هذا الشيء مفهوم. من بعد كنشدوه، كنبلوه يا اما بالخيط يا اما كنشدوه بفنيتات. من الاحسن نتوما نبلوه بالخيط احسن بحال هذا الشكل. هكذا وكنوليو نقلبو التوب ديالنا بحال هكذا. كنبقاو محافظين على ديك زاويه قائمه. هذا الشكل وهنا كذلك. هكذا كناخدو فنيتات وكنثبتوه على الوساده. هكذا هذا الشكل. كذلك هنايا كنزيد فنيته هنايا. هانتوما البنات راني حافظت على ديك الزاويه القائمه من التحت. الان كنزيد واحد الفنيته هنايا. هذا الخيط اللي كنت بديت به الملاقيه غادي نكمل به. ولا كنتو بديتو الملاقيه من هنا لتحت غيبقى لكم الخيط هنايا، كملوا به الملاقيه وهنا غتاخدو خيط جديد. غنشد حتى هنايا التوب باش يتثبت مزيان بحال هذا الشكل. ودابا غادي نبداو الخدمه ان شاء الله. غادي نبداو البنات على بركه الله غنخدمو في هذا المثلث ديالنا. هنا ما غادي نفتح لا كوزه لا والو، من بعد عاد نوريكم كيفاش غنفتحوا الكوزه. هنا غنخدم عادي، غادي نركز لكم غير على الطريقه ديال فتح الطوق. غادي نبداو ان شاء الله. هانتوما واحد الغريزه عندي هنا غادي نخشي فيها ابره. ديما الخيط مبروم على 4 ويكون لون فاتح
وليبرا نمرة 5. عندنا غريزة هنايا غادي نضرب في الثوب بهذا الشكل. غادي نزيد هنا عوينة، ديما كاين الزيادة قبل ما كنقطعو الثوب، ديما كنزيدو فين ما كنضربو في الثوب كنزيدو واحد العوينة هنا حداه حدا ديك الغرزة بحال هاد الشكل. ها هي تزادت لنا هنا وحدة باش مين نكونو راجعين غادي نضربو فيها وما نساوهاش، إلا نسيناها غادي يضيع لنا هاد الشي كامل. كنبقاو غاديين كذلك هنا غنضرب في الثوب وغادي نزيد غريزة هنايا. هي تزادت ليا البنات هنا، واخا ما كتبانش حاولوا تبقاو تكحزوا هاد الخيط بالإبرة وغادي تبان لكم هنايا. غادي نكمل في الغريزات اللي عندي وما ننساش هذيك اللي تزادت لي قبيله، ها هي هنا على الشكل. ودائما الإبرة تحت الخيط وفي وسط الدائره كنضرب في الثوب وكنزيد هنا غريزة، كنزير دائما على هذا الشكل. هكذا دائما ركزوا قبل ما تقطعوا الثوب دائما زيدوا غريزة منين كتضربوا في الثوب هكذا. هي هاد العوينة خصني نخرجها هكذا. نضرب في الثوب ومين نكون جاية غادي نزيد هاد العوينة اللي نزيد غريزة عفوا على هاد الشكل، وكنضرب الغريزات اللي عندي بحال هكدا. وديما هاد الصبعان بجوج كنزير بهم الإبهام والسبابة، كنضرب في الثوب كنزيد عوينة وكنمشي في الغريزات اللي عندي، كنزيد غريزة عفوا على الشكل. من بعد غادي نوريكم كي غنديروا نفتحوا جوزه في نص طوق، حيت كنت وريتها لكم سابقا ولكن ماشي في نص طوق. هنايا بقات لي هاد الغريزه اللي تزادت وغنضرب في الثوب. هنا الخيط البنات هو تسالى ليا، غادي نخشيه في الثوب باش نكمل الخدمه عليه بحال هذا الشكل من الداخل، وكنخرجوا ضروري البنات تخرجوا من هنا على برا باش ملي كتخدموا عليه شويه كيتثبت في بلاصتو وكتقطعوه بحال هذا الشكل. انا غندير خيط اخر في الابره ونرجع لكم. هنا البنات ركبت خيط اخر في الابره ديالي، غادي نخشي هانتوما البنات الغريزة التالية اللي حشيت في الثوب، نخشي في نفس الضربة، غادي نثبت الخيط ديالي وغادي نزيد ديك العوينة اللي كنزيد دائما باش ما ننساهاش، وكنكمل في الغريزات ديالي.
هاد الملاقيه البنات اللي درت لكم من تحت راني دايره الدرس ديالها في الفيديوهات السابقين، حاولوا تشوفوها وتطبقوا الطريقه ديال فتح الطوق. هذه الطريقه الخاصه اللي كنعتمد انا، الحمد لله جاتني سهله وخدامه بها، كنتمنى حتى نتوما تجيكم سهله. كنضرب في الثوب دائما، كنزيد هنايا، هانتوما البنات هنايا غادي نزيد ضريبه، ما كنضربش مباشره هنا في الغريزه اللي موراها، كنضرب هنا هذه كنزيد، حيت من غنقطع الثوب ما غاديش نبقى نضرب هذيك الضربه. عقلوا البنات على هذا الشكل، هكذا كنمشي في الضربات ديالي حتى كنوصل للثوب. هكذا هي العوينة اللي تكونت لي، خصني ضروري نضرب فيها. الا نقصت شي عوينة غادي كلشي يضيع، من الاحسن نركز من الاول. يعني غنزيد دابا عوينة هنا باش من نكون راجعة فيها غادي نضرب فيها. غادي نزيد البنات، غادي نجي حتى لهنا ونزيد نخدم شوية باش يبان لكم، باش تبان لكم الخدمة، ونولي نرجع لكم باش نديرو التتمة. هانتوما البنات من بعد ما طلعت شوية الخدمة هما كي كيبانو لكم، كيبانو الضربات. الآن ضربت في التوب وغادي نقلبو التوب باش نقطعو التوب. هانتوما تبعو معايا، غنحيد الشوكات البنات اللي عندي هنايا اللي ثبت بيهم التوب على الوسادة. غادي نقلب الخدمه ديالي على هذا الشكل. هانتوما البنات كنتمنى يكون واضح، طبيعه الحال كنكونوا عاد منبلين هنايا بالخيط، بالنسبه لكم غتكونوا منبلين هنايا بالخيط. غادي تاخذوا مقص وغادي تقطعوا من هنا بلا ما توصلوا للضربه ديال الخيط باش ما يتقطع لكمش الخيط، كتضربوا غير شويه من هنا وشويه من هنا. انا غنقطع قدامكم باش تشوف. هانتوما البنات كتاخذوا المقص وكتقطعوا، نتوما كتشوفوا مزيان عندك وتوصلوا الخيط او الغريزه التاليه باش ما يتقطع لكمش. على هذا الشكل هانتوما بحال هكا قطعت هنايا، وغنعاود في هذا الجانب. بحال هذا الشكل هذا هاني قطعت الجانبين. الان كنرجعوا نقلبوا التوب ديالنا بحال هكذا، كنرجعوا الخدمه ديالنا داخل بحال هكا، وكنثبتوا بالشوكات بحال هذا الشكل. سهل البنات، اللي حاولوا تجربوا، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. بحال هكذا هذا الخيط اللي كنت ساليته ما قطعتوش، خصنا نقطعو من بعد ما خدمت عليه شويه، وكانت نيتو بحال هذا الشكل. وكنثبت بالشوكات بحال هكذا.
وهكذا كنكونو كونا نص الطوق ديالنا وكنكملو الخدمة عادي. كنثبتو مزيان التوب باش يساعدنا على الخدمة باش نخدمو مرتاحين على هذا الشكل. نتوما البنات نبلو هنايا بالخيط خيط رقيق من الاحسن، وكنكملوا البنات بحال هذا الشكل. هنايا غادي نضرب في هذه الغريزه بحال هكذا، وكنكمل الغريزات اللي عندي. غادي نزيد هنا واحد الفنيته باش يشد لي باش تشد لي التوب. راسي ميبرا صافي. وكنكمل الخدمة ديالي بحال هكا، غريزات كاملين. كنتمنى نكون ما كنزربش. حاولوا البنات تعلموا في الطرف ديال التوب قبل ما تبداو في شي حاجه ديالكم، حتى تلقوا يديكم مزيان في الخدمه. دابا غادي نضرب في التوب. لاحظوا البنات من بعد ما غادي نضرب في التوب ما غاديش نزيد هذيك الغريزه اللي كنت كنزيد. دابا غنضرب مباشره في هاد الغريزه اللي عندي هنايا. بحال هاد الشكل كنضرب في الغريزه اللي موراها مباشره، ما كنزيد لا غريزه لا والو. بحال هكذا هنا راه قريب يتسالى لي الخيط. بحال هاد الشكل كنمشي في الغريزات كاملين. بحال هكذا الا وقع لكم البنات وتسالى لكم الخيط هنايا، مثلا هنا تسالى لي انا الخيط، غادي نخليه وناخذ خيط اخر ونخدم عليه، ما نقطعوش من هنا، خصني حتى نخدم عليه ونجيبو لهنا ونخدم عليه شويه هنايا صافي، من بعد عاد نقطعو باش نكون متاكده انه ما غاديش يتحل وما يضيعليش الخدمه. كنكمل في الغريزات ديالي هذا، ان شاء الله غادي يكمل لي هذا الخيط حتى نوصلو للتوب بحال هذا الشكل. هذه طريقه بسيطه الغريزه اللي مكونه لي هنا نضرب فيها وغنضرب في التوب. على الشكل صافي البنات، وكتبقاو غاديين في الغريزات ديالكم، كتمشيو تمشيو وتجيو تمشيو وتجيو، ما كتزيدوش الغريزات اللي كنا كنزيدو قبل ما نقطعو التوب صافي، وكتساليو الطوق ديالكم. كنتمنى يكون الشرح مبسط ومفهوم، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. انا غنخدم حتى لهنا ونوريكم الشكل النهائي في التصويره اللي غنحط لكم في الاول. يلا بسلام عليكم.